طيب معانا حكمنا طبعا الدولي واللي ان شاء الله هيشارك باسم مصر في كأس العالم، كابتن محمود ابو الرجال. تحياتي ليك كابتن. مساء الخير كابتن فاروق، اخبارك ازي ايه؟ حضرتك عامل ايه؟ كابتن توفيق وتحياتي السيد، لكابتن كابتن محمد توفيق صلاح. السيد معاك وكابتن حمد عبد الفتاح اخواتي الكبار حبيبي وحبايبي. يا حبيبي محمود، يا حوده. بنبارك لك يا كابتن، طبعا وان شاء الله يعني تبقى فخر لينا هناك ان شاء الله كأس العالم. ربنا يخليك كابتن، ومباركه جميله ومتشكر لذوقك جدا يا كابتن. ربنا استقبالك للخبر ده كابتن. والله استقبال يعني اي حكم في العالم كله بيتمنى ان هو يكون موجود في بطوله زي دي، يعني طبعا شرف كبير وفخر ليا ولبلدي وكل اللي يعني الحكام مصر كلهم، بس هي مسؤوليه كبيره برضه يعني، أكيد. فنتمنى نكون قد المسؤوليه ان وأنت شاء محمود الله. قدها إن شاء الله، أنت حكم محترم ومن أفضل الحكام الموجودين في العالم، أنا قلت كده وحاجة يخليك مشرفة، على وبالتوفيق فكرة يا رب محمود دايما ده إن شاء تاني الله. كأس عالم يشارك فيه. ده إن شاء الله عليه. لأنه شارك في كأس العالم للشباب في نيوزيلندا، وده صحيح. ده كأس العالم كان موجود للكورة. في نهائي الكونفدرالية. وكان في موجود في كأس كان العالم موجود. للقارات. فدي كأس تالت عالم. بطولة فيفا لمحمود، يمكن هو مش هيتكلم بس أنا الحمد بقول لله. ما المعلومة شاء يعني. الله الحمد ما شاء لله. الله. هو الله يخليك. الفكرة كابتن برضو، وخلي بالك حضرتك الوحيد المتواجد من حكامنا، وبالتالي برضو بتشوف فكرة تواجد فرد او حكم واحد في كأس العالم، بالرغم من ان احنا عندنا يعني حكام على اعلى مستوى. والله بص، زي ما حضرتك بتقول عندنا حكام كتير على مستوى، وعندنا حكام كتير يمكن ممكن يكون مستواهم افضل مني ويروحوا، بس هي الفكره اول حاجه انا قلت قبل كده ان ده يعني توفيق ورزق ونصيب من عند صحيح. ربنا، واجتهاد وتعب سنين فاتت ما كانش يعني الموضوع ما جاش على طول، يعني كان في خطوات كتير جدا لغايه ما تم الاختيار النهائي. انا بقول ان يعني انا مش عايز اقول ان ما كانش يعني ما نقللش من حجم الانجاز ان في حكم مصري راح، لكن لما حضرتك ترجع بالتاريخ لورا من النادر جدا ان كان في اكثر من حكم يروح غير في 2002 تقريبا. اعتقد ان المفروض يكون لنا واحد واثنين وثلاثه، لكن المفروض احنا نشتغل على ده في الفتره اللي جايه، لكن يعني بقول الحمد لله وكل زمايلي اعتقد في ناس كتير يعني تستحق انها تبقى موجوده، بس هو التوفيق وعدم التوفيق في الاخر يعني صحيح ما اقدرش اقول غير كده يعني. صحيح. الحمد لله. اصعب المباريات بقى اللي في الفتره الاخيره كنت متواجد فيها بتشوفها يعني؟ انا كنت اخر مباراه كانت الكاميرون والجزائر اللي هي كانت تصفيات كاس العالم، المؤهله لكاس العالم. دي كانت مباراه برضو كانت مباراه فيها نديه، عشان في فريق هيصعد وفريق هيروح كاس العالم وفريق مش هيروح. وكان بعد كده لعبت تقريبا الديربي بتاع الاتحاد الليبي والاهلي الليبي، كان معايا حكم مصري كان كابتن محمد معروف، وبعد كده رحنا لعبنا الوداد وماتش مع شباب بلوزداد كان امين عمر. فالحمد لله كلها ماتشات قويه وكلها بتدار بطاقم مصريه يعني، فعندنا كفاءات كتير في مصر، امين والبنا ومعروف، مش عايز انسى حد، وابراهيم، كل الناس يعني، ومحمد عادل واحمد الغندور، كل الناس تقدر تدير وتقدر تعمل يعني ماتشات كويسه جدا. يبقى بس ان ربنا يكرمنا، والتوفيق والدعم ان احنا ان شاء الله باذن الله نعمل يعني ربنا يكرمني في اللي جاي، نبني خطوه على اللي انا عملته، لان احنا في كاس العالم الجاي نكون طقم كامل ان شاء الله. ان شاء الله كباتن عايزين توصلوا رساله. مبروك يا محمود وبالتوفيق، وان شاء الله تشرف مصر، وده الطبيعي بتاعك يعني، وجودك في كاس العالم ما كانش مفاجاه لينا. ربنا يحفظك يا محمد، انت اخويا وانا عارف مدى فرحتكم وسعادتكم بان انا اكون موجود، لان انا بوادلكم نفس الشعور والله، وان شاء الله نعمل حاجه كويسه باسم التحكيم المصري وباسم الرياضه المصريه، لان المنتخب طبعا هيفوز الحظ ان هو يبقى موجود، ان شاء الله نبقى خير سفير لمصر ان شاء الله باذن الله. طبعا كابتن توفيق يعني هو عارف ان انا اول ما جات لي الخبر يمكن من الناس اللي انا اول من اول الناس صحيح. اللي انا بعت لهم وشكرته على دعمه ليا الفتره اللي فاتت دي كلها، لان هو فعلا يعني ونعم الاخ الاكبر يعني اللي بيقف جنب اي حد. حبيبي يا محمود وبالتوفيق مش دايما عايز يا رب، وحاجه مش عايز مشرفه. كابتن فاروق بس مش عايز انسى اتفضل واقول ان 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 في فضل كبير جدا لناس كتير جدا ورا اللي انا فيه ده، من اول اللجنه اللي موجوده دلوقتي برئاسه كابتن عصام فتاح والناس اللي موجوده، وقبلها كابتن جمال غندور وكل الناس اللي اشتغلت معاهم، كابتن وجيه احمد صحيح. دكتور عزب، مش عايز اقول ان في حد اثر معايا. يعني هو انجاز كبير، يعني اللي بيزعلني ان ممكن ناس تطلع تقلل من حجم الانجاز، مش عشان محمود رايح، لا عشان ان في حكم مصري رايح. التحكيم اكيد في كل العالم بيمر بكبوات، بس
كلنا يعني لما بنشتغل بنشتغل لصالح مصر ولصالح الرياضه المصريه في الاخر، ما نقدرش نقول غير ان احنا نعمل حاجه تشرف البلد في الاخر باذن الله ان شاء الله. صحيح صحيح كابتن محمود، بنتمنى لك التوفيق حكمنا الدوري المساعد ان شاء الله اللي تم اختياره في كاس العالم قطر ان شاء الله 2022، نتمنى له كل التوفيق.